لهلا يعطيكم درية عاصية تنقص عليكم حياتكم وتوكلكم المرارة كل يوم. الحمد لله إلى سلمتم من الأذى، إلى كانت الدرية عاصية أو خرجت عاقبة ديكم على خير. شي درية للأسف كتعدى على والديها وربما كتقتلهم، هذا إلى ما دفعوهمش يرتكبوا شي جريمة يدوزوا فيها بقية العمر ديالهم في الحبس. صعيبة أم تربي وتكبر وترعى وتستحمل كل شيء، وفي الأخر تلقى راسها كتعيش الكوابيس اليومية مع ولد مسخوط، حتى أنها تفكر تقتله وتمشي تدوز بقية العمر ديالها في الحبس، كما في هذه القصة اللي غادي نحكيو ليكم اليوم واللي وقعت في مدينة العرايش نهار الأحد 13 جانفي 2020. الأم في الثمانينات من عمرها مازال كتسنى غير ساعتها، دات منها مشاكل الدنيا صحتها وكل شي في الجسم ديالها ترهال، وصبحت بالكاد كتتحرك ساعة ديك الولد ما نهاش بقى كيتعدى عليها، حتى فاتت ليها فيه الضربة وقتلته ومشات كمل عمرها في الحبس. الجريمة وقعت في العشية ديال الحد ملي قتلت ديك الأم العجوز ولدها اللي هو في الخمسينات من العمر ديالو، بعد ما وجهت ليه طعنات متتالية بموس وأصابته في أنحاء مختلفة من الجسم ديالو، وتصاب بنزيف دموي عجل بالوفاة ديالو في لابيلانس قبل ما يوصل للسبيطار. البوليس ديال العرايش توصلوا بخبر القتل مع شي 4:30 ديال العصر، شي واحد من سكان حي النباس فين وقعت الجريمة هو اللي خبرهم، وملي وصلوا لمسرح الجريمة لقاو غير الدم مازال ملون الأرض بالحمر، أما الضحية كانت تهز السبيطار قبل ما يموت في الطريق ليه. جثة تهزت لامورغ والأم تشدات وضاعت كل العائلة أو ما تبقى من العائلة، الألم ألمين، ألم فراق الولد ولو كان عاصي ومسخوط، وألم اعتقال الأم مسكينة اللي غادي تدوز بقية العمر ديالها في الحبس، بقية العمر اللي كانت كتتمنى تدوزه في الصلاة والعبادة في انتظار الأجل. الأم اعترفت للبوليس بكل شيء، ما انكرت ما والو، قالت لهم باللي ما كانش ناوية تقتلو، حتى حد ما يقدر يقتل كبيتو ساعة الشيطان كيحضر ويقلب كل شيء، وهذا الشيء اللي وقع في هذه الجريمة، الشيطان حضر والسبب هو الورث وما يجي منه، والله يلعن بو طمع الدنيا وسخها. الولد دخل مع امه في نزاع وطالبها بحقه في شي دار ساكنه فيها، وخا هي مازال بالحياة بغى يورث امه وهي حية، وملي قالت ليه انت معايا ساكن وملي نموت كل شيء يبقى ديالك ضربها وعنفها وهددها باش يحرق الدار، باش يحرق الدار وما فيها من اثاث وتجهيزات ويضيع كل شيء. ملي خليها بلي غادي يحرق الدار ما حستش براسها غير وهي كتسلع بشي موس وتبغطو بطعنة جاتو في كرشو، ضربته ضربة الخلعة وما وقفاتش عند اول ضربة، بقات كتغرز فيه الموس بحرارة وفي انحاء مختلفة من الجسم ديالو وما توقفات، حتى شافته طاح كيتمرغ في دمه حيت كانت خايفة منه ومن اي رد فعل منه. الولد دخل في غيبوبة ومات في طريق للسبيطار، والبوليس جاو لمسرح الجريمة وشدوا الام، والجريمة كما قالوا الناس وقعت في شي دار ديال بنت الام، يعني اخت الضحية اللي موجودة في الديار الاوروبية فين خدامة، والام كانت كتمشي من حين للاخر باش تسيقها وتخملها. شهادة الناس اللي عارفين هاد العائلة كيقولوا باللي الام ساكنة في مدينة القصر الكبير وكتجي للدار باش تخملها، اما مع هاد الولد هذا واما مع ولد واحد اخر، وحتى حد ما توقع باش يوقع اللي وقع في ديك النهار الكحل، من اللي حدد النقاش بين الام والولد اللي سبق اللي تعدى على امه، والجيران ديال ديك الدار حكاو ان الام خرجت كتغوت وتقول ولدي مسكينه قتلاته، وما حساتش حتى وهي كشافته جثه هامده قتلاته بعد ما ضرباته قبل ما يكتشفوا الناس الحقيقة. والبقال ديال الحومة كما تنقلت ذلك وسائل الإعلام قال بلي الأم جات عنده من قبل، يعني قبل مدة قصيرة من اللي غادي تقتل ولدها، قالت ليه باش يعطيها التليفون ديال البوليس على أساس تتصل بهم حيث ولدها كيهددها باش يحرق الدار. غالبية الناس اللي استمعوا ليهم في فيديوهات منشورة فيسبوكيا وإعلاميا أكدوا أن الولد كان كيعاني من اضطرابات نفسية، وكانت كتجيه شي حالات عصبية خايبة قبل ما يتجدد النزاع ديالو مع عمو اللي قتلته بموس ومشات دوز بقية عمرها في الحبس، والله يستر وصافي.
سالت القصة ومشات مع الواد وحنا بقينا مع الجواد والهلا يخطي علينا الجواد. شكرا لتتبعكم واهتمامكم بما ننشره، والله يوفقكم. وانا لكم شاكر على تتبع الفيديو حتى الاخر، ومرحبا باللي كيكتشف قناة مروكان كريم تيفي الجريمة المغربية اللي كيكتشفها لأول مرة. وما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالها. وانا لكم شاكر على الاهتمام وعلى ابداء الملاحظات حول ما ننشره، والى فرصة قادمة ومعدلة على بحث الصوت، لأني صراحة أعاني من زكام خفيف، وطلبوا لي أنتم الشفاء. الله يرحم الوالدين لكم والجميع المتتبعين، وشكرا جزيلا على الاهتمام.